النادي الاهلي متشوق نشوف مباراه السوبر ان شاء الله باذن الله، ترتيبات على اعلى مستوى، كل الجهود مبذوله لتوفير مناخ طيب للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وهو ده الجهد الكبير اللي بيبذل من مجلس الاداره طبعا، متمثل اكيد بقى في رئيس البعثه وعضو مجلس الاداره الاستاذ خالد الدرندلي. برحب بيك طبعا خالد بيه في البدايه، وجهد كبير جدا مبذول وتنسيق على اعلى مستوى من القاهره ومن وصولنا الى ابو ظبي. يمكن على طول بشوف حضرتك متواصل مع كابتن سيد بشكل مستمر، بتواصل مع اللعيبه، كل الامور دي عايزين ننقلها لكل جمهور النادي الاهلي. انطباعك الوصول المطار الجمهور، حطينا كده كالعاده طبعا خالد بيه في الاجواء. في البدايه طبعا اهم حاجه ان احنا بنشكر كل القائمين على مجلس الرياضه ابو ظبي الرياضي، من حسن التنظيم وحسن الاستقبال. استقبلونا الحقيقه في المطار استقبال حافل، الاقامه في الاوتيل اقامه محترمه جدا، كل ما حاجه طلبناها اتنفذت، وده اللي تعودنا عليه بقى من اشقائنا العزاز جدا شعب الامارات، وده اللي بيخلينا دايما مبسوطين ان اي حدث في الامارات بنبقى احنا سعداء بهذا الحضور. والحاجه الثانيه ان هدفنا كلنا ان احنا نخلي اللعيبه في تركيز، اللعيبه يعني تبقى معزوله عن جمهور، عن صداقات، عن اقارب الناس. تعرف هنا الجاليه المصريه كبيره هنا، فاحنا الاوتيل الحقيقه وفر لنا هذه الخصوصيه، يعني اللعيبه في دور معزول خالص، مطعم معزول خالص، ما فيش اي حد يقدر يجي في هذا الدور او هذا المطعم، يعني خصوصيه كامله. المجلس الاداره حتى زمايلنا يعني شعورهم ان هم احنا جايين كلنا معسكر، مفيش حد رايح يتفسح، مفيش حد رايح يعمل شوبينج ولا حاجه، كلنا جايين في معسكر زينا زي اللعيبه. اللعيبه مطلوب منها التركيز، واحنا ثقتنا كبيره في اللعيبه ان اللعيبه مروا بمباريات كبيره وظروف اصعب، يعني احنا مفيش، احنا ظروف الحمد لله كويسه، فثقتنا كبيره في اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري ان شاء الله هيؤدوا مباراه كبيره ونضيف بطوله جديده لبطولاتنا. طبعا احنا مش عايزين يعني نقول ان المباراه سهله، لا المباراه مش سهله، نادي الزمالك نادي كبير وفرقه قويه وبنكن لها كل احترام، بس احنا لازم نعمل اللي نقدر، اقصى حاجه نعملها مجهود وتركيز، روح قتاليه، وانا واثق ان لعبتنا ان شاء الله هيكون عندهم يعني هذه الروح. كمان احنا متواجدين خالد بيه في نادي الوحده الاماراتي، وكمان كان يمكن متواجد معانا الاستاذ عبد الله سالم المدير التنفيذي، واستقبال رائع، ويمكن الراجل قال احنا عرفنا ان النادي الاهلي متواجد في ملعب سلطان بن زايد، وجهنا الدعوه مباشره لنادي الوحده. يعني بنشوف الامر ده ازاي والتوأمه الرائعه بين الشعب الاماراتي والشعب المصري. بجد احنا فخورين ان احنا اهلاويه عشان نتقابل كده ونتعامل بهذه المعامله، ناس بيحبونا جدا، استقبال في غير الاستقبال بقى اللي بنقول عليه بتاع امبارح، النهارده عاملين لنا ضيافه وعاملين لنا استقبال، كل حاجه طالبينها، يعني احنا عايز اقول لك اكننا في استاد التتش بالظبط. الناس بيعاملونا بروح حلوه جدا، بقلب، عايزين لبن عصفور هيجيبه لنا. فطبعا بنشكرهم كل الشكر، ونتمنى ان احنا نرد لهم هذا الجميل في مصر باذن الله، ويبقى فيه التوأمه دايما قائمه. وبرضه بحب اوجه الشكر لجمهورنا. جمهورنا استقبلنا في المطار امبارح استقبال كبير قوي، النهارده على باب الاوتيل واحنا خارجين. الحقيقه الناس احنا كان نفسنا يبقوا موجودين، بس طبعا الجهاز الفني واحنا عايزين اللعيبه تركز، التمرين فيه سريه. جمهور برضو جمهور جميل، والجاليه المصريه ناس محترمه واعيين بمنتهى الاحترام، ونعمل بقى ان شاء الله برضو بكره يكونوا معانا بهذا الحضور الحضاري يعني. ان شاء الله. رساله مهمه جدا وجود الكابتن محمود الخطيب في التدريب الاخير في ملعب مختار التتش، التنسيق مستمر مع حضرتك اكيد يا خالد بيه، من مجرد من القاهره ومجرد وصلنا كل لحظه الكابتن اكيد بيستمر بيطمن على اللعيبه بشكل عام. كابتن الخطيب مفيش ربع ساعه نص ساعه بيسال وبيطمن، التمرين، الفطار ايه، الغداء ايه، عملتوا ايه، الحقيقه يعني بيتواصل معايا ومع الكابتن سيد في كل لحظه، واحنا بنطمنه وبنطمن كل اللعيبه ماشيه تمام، والجهاز الفني ومجلس الاداره كله معاهم، فبنطمن الجمهور، بنطمن كل احباء النادي الاهلي يعني. بعيدا كده وبارك لك على الفرع التجمع طبعا والجهد الكبير اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي في سبيل اسعاد اعضاء النادي الاهلي. المجلس بيشتغل في كل الاتجاهات، في الكوره، في الرياضه، في النشاط الرياضي، في الانشاءات، مجهود كبير جدا، ولسه الاعضاء منتظره اكتر من كده كمان يا خالد بيه. احنا لسه لينا مراحل في الشيخ زايد، مراحل في مدينه نصر، كل ده حتى الجزيره كله في تطوير، فما بالك بقى بتفتح الفرع الرابع.
ده طبعا بنقول ان ده بيزيد من جماهيريه النادي الاهلي، بيزيد استثمارات النادي الاهلي، بتعمل قاعده جماهيريه في كل رقعة في مصر. احنا خرجنا كمان للاقصر وان شاء الله في حاجات تانية، فباذن الله دايما النادي الاهلي سباق، والنادي الاهلي ما بيبصش تحت رجليه، لا بيبص لقدام، وكل تطلعات مجلس الاداره ان تزيد جماهيريه النادي الاهلي، تزيد موارد النادي الاهلي عشان نرتقي بخدمات وبرياضه في مصر عامه، مش كوره بس، كل الالعاب الرياضيه، وتبقى النادي الاهلي دايما زي ما بيقول هو اكبر نادي في الوطن العربي وعلى افريقيا، ودايما كده يعني زي ما بقول لك انت بتحافظ على الصداره، ده صعب جدا، فلازم في مجهود مقابل ان انت تقدر تحافظ على هذه الصداره وتزود ايراداتك وتزود جمهورك وتبقى انت دايما متربع على القمه ان شاء الله. اخيرا انا خالد باتنين بكره هيحسموا ان شاء الله سر الجمهور النادي الاهلي وشخصيه البطل وروح الفانيله الحمراء، تتفق معايا في هذا الكلام ولا؟ طبعا ما هي دي هي ده الحسم فعلا ان شاء الله، وربنا يوفقنا ونرجع منصورين باذن الله. شكرا، الف شكر. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا اكيد استاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، الكل هنا على قلب رجل واحد في تركيز كبير جدا يا كابتن اسلام، الكل بيشتغل زي ما بنقول بالنسبه لمجلس الاداره لتوفير مناخ طيب، هي دي الجزء او الشغل الشاغل اللي بيشغل مجلس الاداره ورئيس البعثه الاستاذ خالد الدرندلي، الكل هنا بيعمل لمصلحه الفريق. النهارده التدريب كالعاده طبعا كان على ملعب الوحده زي ما انت سمعت طبعا، وزي ما اكيد هتتابعوا لقطات من تدريب اليوم، تدريب الاول، غدا هيكون تدريب النادي الاهلي على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعه 6 مساء، هو توقيت يمكن طبعا بيكون في مصر انت عارف ساعتين بتبقى فرق يا كابتن اسلام، لكن ان شاء الله باذن الله هنكون معاك لحظه بلحظه، نشوف الاجواء عامله ازاي، اي جديد، اي معلومات جديده هكون ان شاء الله معاك يا كابتن اسلام من خلال ملعب الاهلي ومن خلال شاشه قناه